أعلنت إسرائيل اغتيال أحياء السنوار بشكل رسمي، فكيف تمكنت دولة الاحتلال الإسرائيلي من الوصول لصيدها الثمين بعد أكثر من عام؟ الصدفة البحتة قادت إسرائيل إلى المطلوب الأول لديها، فحينما كانت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجري عملية بمنطقة تل السلطان رفح جنوبي قطاع غزة، شاهدت ثلاثة مسلحين، فوقعت اشتباكات بين الطرفين. كان يرتدي حينها سنوار جعبة عسكرية ومعه قيادي ميدان آخر. انتهى الاشتباك، وبعد فترة بدأت دولة الاحتلال في فحص جثث المقاومين الثلاثة، وأثناء الفحص بدأت الشكوك تدور حول كون أحد هؤلاء الثلاثة هو السنوار. أجرت دولة الاحتلال الإسرائيلي تحليل DNA للجثث الثلاثة، وبمطابقة البصمة الوراثية التي تملكها إسرائيل للسنوار بحكم كونه سجينا سابقا في سجون الاحتلال تأكدت الشكوك. أعلنت إسرائيل اغتيال السنوار وأن من كان معه هم كل من القياديين في حركة حماس محمود حمدان وهاني حمدان.